السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المتابعين عزيزاتي المتابعات أرحب بكم مجددا في قناتكم قناة أم نزيم التعليمية. نواصل ضمن سلسلة تعلم قراءة كلمات ونصوص باللغة الفرنسية. إذا نبدأ على بركة الله. لاحظوا هذا الحرف لقد سبق وأن رأيناه هو F F. أما PH لاحظوا هنا P و H كذلك تقرأ F. إذن لاحظوا هنا مصطفى. مصطفى هو اسم لولد. مصطفى لا تكتب F، لا تكتب بهذا الحرف، تكتب PH. إذن دائما عندما تجدون P مع H إذن تقرأ ف. مصطفى مصطفى. إذن موس تا فا. قلنا او اي ضمة. إذن مو هذا حرف ام ماجيسكول، حرف كبير لأنه اسم عالم، اسم إنسان، لذا نكتب الحرف الأول ماجيسكول يعني حرف كبير. مو س تا فا. إذن قلنا بي اش F ومعها A يعني الفتحة ف. هذه F. وكتابة الكراس تكتب هكذا، P تكتب هكذا و H تكتب هكذا. فخيز قلنا A I تقرأ A. فخيز. قلنا S عندما تكون قبلها حركة وبعدها حركة فتقرأ Z ولا تقرأ S. فخيز هي الفراولة. فخيز فخي اف. و اف بي في الكتاب تكتب هكذا وفي الكراس تكتب هكذا. اذا كيسكو قلنا كولون. هنا هذه كولون لكن عندما كانت في جاءت في بداية الكلام فتكتب ماجيسكول، تكتب حرف كبير. وقلنا دائما تكون بعدها U ولكن لا تقرأ. EST قلنا تقرأ A، و C عندما يكون بعدها E تقرأ S. إذن qu'est-ce que، لاحظوا هنا هذه كولون وهذه كولون. هنا جاءت في بداية الكلمة كتبت هكذا ماجيسكول، وهنا جاءت في وسط الكلمة كتبت مينيسكول هكذا. إذن هذه نفسها، ولاحظوا U دائما تأتي بعدها. إذن qu'est-ce que tu، هذا حرف T وهذا U. tu veux. EU قلنا تقرأ E، X لا تقرأ. veux. B قلنا عندما تكون OE يعني و قبلها الحرف نضع له السكون. ب و غ قلنا عندما تكون أ في الأخير الحرف الذي قبلها نضع له كذلك السكون. ب و غ موس تا فا. بي اش قلنا تقرأ فا. كيسكو هي ماذا. تو فو بواغ أنت. تريد فو هي لو فيرب فولواغ. فو بواغ تشرب. Le verbe boire, yashrubu. Mustafa, ماذا تريد أن تشرب يا مصطفى؟ أجابه je veux. قلنا veux هو le verbe vouloir. يريد. أنا أريد un jus. عصير. de fraises. fraise. إذن قال له أنا أريد عصير الفراولة. une pharmacienne. une pharmacienne هي بائعة الصيدلية التي تبيع الدواء. une pharmacienne. un fenec. لاحظوا هنا قرئت F وهنا كذلك قرئت F. une pharmacienne. un fenec.
un photographe, photographe, une photo, photographe ou المصور. Une photo هي صورة. لاحظوا تكتب PH صورة. نقرأ هذا النص. تاتا تاتا فاتيما. هذه F كتابة الكتاب ماجسكول حرف كبير. لماذا؟ لأن فاتيما اسم عالم اسم إنسان. إذن فاتيما قلنا إي نضع الكسرة إذن تي و أ نضع الفتحة ما فاتيما إ إس تي إي إي إ إن قلنا تقرأ أون فاس إ بعد السي تقرأ سا فاس دو لا فاغ ما سي. عندما تكون السي بعدها أ أو إي تقرأ سا. إذن تاتا فاطمة est en face de la pharmacie. يعني تاتا فاطمة هي en face يعني مقابلة أو أمامة de la pharmacie, يعني الصيدلية. Sa fille, لاحظنا في الدرس الماضي I deux L E تقرأ I. Sa fille a la fièvre. A هذه تقرأ A fièvre. Sa fille يعني ابنتها. A le verbe avoir يعني عندها. La fièvre, هي الحمى. الحمى تسمى la fièvre. Il faut, a eu. قلنا تقرأ O. Il faut acheter. ER تقرأ E. Acheter un médicament. مون لاحظوا هنا سي تقرأ كا لأن جاءت بعدها أ ميديكامون. إذن il faut هي يجب أو يلزم يجب. acheter هي أن نشتري. le verbe acheter هي يشتري. un médicament هي دواء. le médicament هو الدواء. il faut acheter un médicament يعني يجب شراء un médicament قلنا دواء. ننتقل إلى شيء آخر. إذن نواصل. je هذا حرف j وهذا حرف j ولكن مرات قلنا يقرأ جا ومرات جا. إذن متى يقرأ جا؟ يقرأ جا عندما يكون بعده أ أو أ أو إي فيقرأ جيم يقرأ جا. إذن لاحظوا هنا غوج غوج هو أحمر. إذن بعدما كانت بعده أ إذن يقرأ جي. إذن غوج هنا جو هي أنا جو. مثلا جو مابيل أنا اسمي جو. جو هنا حرف جي وهذه كتابة الكتاب وهذه كتابة الكراس وهذه ماجسكول حرف كبير كتابة الكراس وهذا جي ماجسكول كتابة الكتاب. وهنا كذلك جو كتابة الكتاب وهنا كتابة الكراس. جي كتابة الكتاب كتابة الكراس. لاحظوا معي هذا الحوار بين الأم وابنها. pour quoi أو إي وا. إذن
O-U. تقرا او اذا بور كوا tu leur Shafik Shafik اذا pourquoi tu pleures Shafik لماذا pourquoi on a hier لماذا انت تبكي pleure le verbe pleurer pleure Shafik لماذا انت تبكي يا شفيق Je ne te trouve, la harf V, trouve pas mon chien. On a I-E-N, t'auras I-E-N, ou C-H, t'auras Ch. Iden, chien. Dans, à un tocra en, dans la niche. La niche rouge. Rouge. Je ne trouve pas, عندما تجد ne ou pas, يعني النفي. Lem ajid. Je, ana, lem ajid. Trou, le verbe trouver, wajada. Je ne trouve pas, ana, lem ajid. Mon chien, kelbi. Dans la niche rouge. La niche ou bait el-kelb. Dans la niche rouge. Fi bait el-kelb al-ahmar. Iden onna. Hadi ji. Iden ja. Jo. Ji. Je. J'ai. Ju. Jou. Joie. هذه كذلك قلنا تقرأ ج إذا جو جي جي جو جو هنا جاءت بعدها أ لكي تقرأ جي ولكن لا نركز على الأ نركز على الأو جو جوا هنا كذلك لا نركز على الأ نركز على أو إي و هنا كتبت الأ لكي تقرأ جي جوا لأننا لو كتبنا مباشرة أو إي تقرأ جوا إذن جوا هنا كذلك لو كتبنا مباشرة أو بعد الجي تقرأ جو إذن قرأت جو لأن جاءت بعدها أ هنا كذلك جون لا تقرأ الأ بل تقرأ أو أن إذن جون هنا أن بي إيغريك هنا إيغريك تقرأ كذلك إي وهذه كتابة الكراس أن بي جاما بيجاما أن جي Guidon, le guidon du vélo. Le guidon ou miqwad. Miqwad, ya imma as-sayara ou al-darraja. Un guidon. Lahidou, huna. Lou, katabna mubasharatan i ba'da j'ai, tuqra j'i. Walakin, kutibet u, likay tuqra ga. Iden, guidon. Une cage. جاءت بعدها E, إذن تقرأ J. Une cage. Un garage. لاحظوا هنا نفس الحرف ولكن هنا قرأت G وهنا قرأت J. لماذا؟ لأن هنا J جاءت بعدها A لذا قرأت G. وهنا جاءت بعدها أ لذا قرأت جا إذا أن غاراج هو مرأب السيارة أون جوب أون جوب هي تنورة نقرأ هذا النص ونشرحه باللغة العربية نترجمه لي أني مو
Les animaux. نضع la liaison بين ال S وال A. Les animaux de Shafiq. حيوانات شفيق. Les animaux, هي الحيوانات. Le petit. Shafiq. S'occupe. Bien. Bien. De son jardin. Il a rose S. قبلها حركة بعدها حركة تقرأ ز. Il arrose ses fleurs au printemps. Il cueille les jolies roses rouges. سبق وأن رأينا كل هذا. إذن إذا راجعتم الدروس الماضية سوف تسهل عليكم القراءة. إذن le petit شفيق يعني الصغير شفيق s'occupe bien de son jardin. Il s'occupe يعني مهتم يهتم bien يعني كثيرا de son jardin من حديقته. Il arrose ses fleurs. Le verbe arroser يعني يسقي. هو يسقي ورود يعني سي فلور يعني ورود الحديقة سي فلور او برينتون في الربيع لو برينتون هو الربيع il cueille هو يقطف لي جولي روز الورود الجميلة جولي هي جميلة روز ورود روج الحمراء يقطف الورود الجميلة الحمراء. شفيق a un petit canari. شفيق a le verbe avoir هي عنده un petit canari يعني petit يعني صغير. canari هو عصفور مغرد. canari. انظر aux plumes jaunes. Mais attention. Le chat moustache rôde tout près de la cage. E H la tqra. E U qna tqra E. E R Z M O N. Heureusement. E N tqra on. La chienne, هذه تقرأ ين. La chienne, choupette, choupette, le protège. إذن شفيق a un petit canari. قلنا شفيق عنده عصفور صغير من نوع canari. Onzo هو اسم الطائر كناري. أو بلوم جون ذو الريش الريش الأصفر يعني ريشه أصفر. مي ولكن attention حذاري. تي هنا تي اي او ان تقرأ سيون. attention حذاري. لو شا موستاش القط موستاش القط اسمه موستاش لاحظوا هنا ماجسكيل إذن اسم القط يطلق عليه اسم موستاش رود تو بري دو لا كاج يعني يحوم بالقرب من القفص كاج هي القفص بري يعني بالقرب من بالقرب من القفص. Heureusement,
لحسن الحظ la chienne choupette le protège. الكلبة la chienne هي الكلبة. Le chien هو الكلب. Choupette اسمها يطلق الكلبة هذه يطلق عليها اسم choupette. Le protège يعني تحمي الكناري. Le تعود على الكناري. Protège le verbe protéger يعني يحميه. إذن إلى هنا نكون قد أنهينا هذا الدرس. أضرب لكم موعد للدرس المقبل إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.